علينا برصاص حي. يعني احنا يعني لولا ستر الله يعني زوجتي اللي كانت وراي مباشره ولا الرصاصه هي اللي كانت قاعده هناك، يعني لولاها كانت مغطيه البنت وقاعده فوقها ولا كان لا سمح الله اجت فيها. يعني كان في خطر حقيقي ومؤكد على حياتي. طبعا الطفل كان وضعها كثير يعني محزن لدرجه انه الجميع كان متعاطف معها. طبعا بنت عمرها تقريبا سنة ونص سنة و7 شهور، كانت يعني كل وجهها وعيونها غاز، وما نعرفش احنا بصراحه طبيعه الغاز او شو هو الغاز.